الأوضاع العسكرية والأوضاع الميدانية تبدو في وتيرة متسارعة بما يخص العمليات العسكرية والقتالية، في ظل تأكيدات من قبل السلطات الأوكرانية على التقدم الجيش الأوكراني في الجبهة الجنوبية في محور مدينة زاباروجيا، حيث تدور أكثر العمليات القتالية في محور بلدة نوفا دانيليفكا ومحور بلدة نوفا باكروفكا، حيث أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها تحرز تقدما آخرا جديدا في هذا المحور. وفي هذا أيضا في ظل التأكيدات لوزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية في هذا المحور استطاعت من عبور الخط الدفاع الأول التابع للقوات الروسية. ناتاليا هامنوك المتحدثة باسم القوات الجنوبية أشارت إلى عبور القوات الأوكرانية لهذا الخط، وقالت أن هذا هو ليس الخط الوحيد الذي بنته القوات الروسية في هذه المنطقة، وقالت أن القوات الروسية تمتلك العديد من الخطوط الدفاعية، وفي حال خروج أو تراجع القوات الروسية من الخط الأول فإنها تذهب باتجاه الخطوط الثانية وتواصل العمليات الدفاع في هذا المحور. ألكسندر ترنافسكي القائد العسكري والقائد الاستراتيجي للقوات الجنوبية الأوكرانية في هذا المحور أشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية في 24 ساعة الماضية استطاعت من تنفيذ أكثر من 1400 مهمة نارية باتجاه مواقع وتمركز القوات الروسية في المحور الجنوبي، وقال أنها استطاعت من تحييد ما يقارب 186 جنديا روسيا بين قتيل وجريح، وتدمير 18 آلية عسكرية ومركبة روسية، واستهداف مباشر لتسع مستودعات للذخيرة والسلاح في هذا المحور. في ذات النطاق العمليات العسكرية هي مستمرة في الاتجاه الشرقي في ظل ضغط مستمر من قبل القوات الروسية تحديدا باتجاه محور بلدة كوبيانسك ومحور بلدة ليمن في الجبهة الشرقية. بعض التقارير لوكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية أشارت إلى هذه العمليات وقالت أن القوات الروسية تسعى إلى مزيد من العمليات في هذا الاتجاه من أجل إجبار القوات الأوكرانية على سحب بعض القطاعات العسكرية من المحور الجنوبي ودفعها باتجاه المحور الشرقي، في ظل إشارة منها ربما أن تكون القوات الروسية تسعى إلى هذا السيناريو المحتمر، لكن هي أشارت إلى أن من الممكن أن القوات الروسية قد تخسر بعض مواقعها الاستراتيجية في الجبهة الجنوبية. في ذات النطاق الإدارة العسكرية في بلدة كوبيانسك تواصل النداءات للمواطنين المدنيين بضرورة عملية الإجلاء من المناطق بسبب القصف المكثف من قبل القوات الروسية، وذلك بسبب اقتراب القوات الروسية من المناطق السكنية في هذه المنطقة. نعم. طيب ماذا عن موضوع أو عملية تطوير السلاح الأوكراني؟ بالفعل الكوثر، هذا الموضوع يبدو موضوعا استراتيجيا وموضوعا محوريا لدى السلطات الأوكرانية. قبل 24 ساعة تقريبا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد أعلن عن نجاح تجربة صاروخية. هذه التجربة استهدفت إلى صاروخ طورته وزارة الدفاع الأوكرانية، هذا الصاروخ يصل إلى مسافة 700 كيلومتر. في ذات النطاق أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية يوري ساك أن هذا الصاروخ قد يصل أيضا إلى مسافة 1000 كيلومتر، وهذا يؤدي بشكل أساسي إلى انتقال المعركة داخل الأراضي الروسية. في ذات النطاق أيضا تحدثت وزارة الدفاع الأوكرانية عن برامج مختلفة تتعلق بعملية امتلاك الجيش الأوكراني أسلحة بعيدة المدى، وعلى سبيل المثال في العام المقبل سوف تنتهي السلطات الأوكرانية من بناء مصنع للطائرات المسيرة بالتعاقد مع الشركة التركية التي تنتج طائرات بيرقدار. كذلك هناك عقودات عسكرية مع بعض الشركات البريطانية المتخصصة في السلاح، وذلك في إشارة من قبل السلطات الأوكرانية أنها تتخذ استراتيجية مختلفة بعملية استهداف العمق الروسي بأسلحة أوكرانية ذاتية الصنع، وبالتالي هي تخرج من العباءة الغربية التي تفرض بعض الشروط على الأسلحة المتطورة والأسلحة بعيدة المدى التي يقدمها الشركاء الغربيون بعدم استخدام هذه السلاح. لكن السلاح الأوكراني بعيد المدى لم يمتثل إلى عدد من الشروط، وبالتالي تستطيع وزارة الدفاع والجيش الأوكراني من استهداف العمق الروسي الداخلي بحسب ما تشير أيضا إليه وزارة الدفاع الأوكرانية. سائر عمرو مراسل غد كنت معنا من كييف، شكرا على كل هذه التحديثات.